صباح الخير برشود. صباح الخير يا ابو محمد. واعينه؟ من ثلاث الفجر واحنا كنا مناوبين على المسبحية. لا اله الا الله. لا خالد. نعم. لا منو؟ انا. افضل عنه. لا تعرف ها برد صلاح؟ آه. كم مرة؟ 100. أنا قلت فقير مرشود راقته ما بمنهين. زين ما عليه صلاح؟ آه. كم مرة بل عليك؟ 100. زين معي خلنا نسولف صلاح. أنت من آخر اليوم ولا لا؟ صلاح؟ صلاح؟ ما عليه ما عليه صلوح؟ أقول لك خلاك ترقد؟ لا هو هو صلاح كان ناخر ولا لا؟ لا لا هي ولا لا؟ شوية شوية بعد خي بعد علم كل شيء بنت دوكم لا تصورني أنا ما بلابس شيء غير بس جان قرب الأذان أنا برت إلا زاهب صباح الخير صباح النور شيء مطارة طهللة بايته طهللة طهللة قول لي شو بايته؟ طهلالة ما اسمع طهلالة شوف انت ايه؟ يا ابوك زي ما حد عدالنا ولا كان راغونا حد عدالنا ها والناس اللي مسوين كروس ويسووا شاهي وصرت معهم انا سلبت على الجيران كيف واحد معنك انت ما ساكن داخل مقبره وحدك صدق والله عدالنا حد كل هالدنيا مسكونه من الخليج ها اللي شارقينا منها هي سلمت عليه رجال اسمه رياضه هي من هالوين من خور فكان قول والله ايوه مره عدالنا ايه من شارقينها واحد من الخليج كلهم احنا ساكنين شوف انت ابو محمد ها دخل هالمكان وهو يقابل هالطبيعه شوف انت بعد اكتب براشد والمتنك هالبلاد شرالي هالبيت وين منهن حب راشد اصبر حتى بطنك خف ما في رياضه تصبح هي هي ابدا لصق بطنك في ظهرك غادي ما شاء الله سبحان الله ها هي والله افتكيت من هاك اللحم كله سبحان قادم متلاوج يبست حتى في شوكك ظهرن ابو محمد كنت اسوي رجيم ورياضه سبحان عسب شي ضعفت يشتاق راحي الحيار لي من نشر يضوي ويا يبعلو من طيبه يشتاق راحي الحيار لي من نشر يضوي ويا يبعلو وانت شو جايب عاد من العلوم يا الخالدين لك معي علم وخبر خبر هذه الفلل والاماكن ذاهبه يا الخالدين لك معي محمد شو الاخبار شو العلوم الاخبار طيبه سبعك في قدام يظهر وياك المنظر احلى ايوه يا سلام ما شاء الله 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 براشد ضميت في الجيش انت قبل لا مره اول شغله بحياتك شو ابو محمد يوم كنت ادرس كان معنا اللي بيصير ما يعني ما مجبور اختياري بيصير عسكريه هذه يسموها العسكريه المدرسيه هي 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 ابراهيم قلت انا هسي اسجل وانا مو قصدي انا باغي اللباس اثب اللبس مال الشرطه مال الجيش مال الجيش عاد يعطوك مال رياضه ومال رياضه وبقات مدن وانا كنت هدك لبس الجيش واحوم بفشيخة البلادين شوف انت حضيت اللبس يوم تميت يومين ما جيت ويجي مناديها اسمي في المدرسة انك لازم بالبكر تحضر وما يطيح بي واحد يا ابو محمد عقب اسبوع قالوا زين سوى مشيه تميت ابو محمد انا مو دراني بالعسكرية وتم يكليني نص نهار في ذاك الميدان حر هي خلاف قلت لهم الابا لبس ولا شابوي هذا لبس كم فتكولي يوم ما اجباري قالوا انقرع روح قيض قيض القياض ابو محمد لا اله الا الله السراريح تبع شير الطب لا اله الا الله لكن ابو محمد الاسبوع ما تراشوا لك يوم انا عاويك هيبه تعال الحمد لله على السلامه نسيت حتى تشكر لك بالسلامه الله يسلمك شو وياك سبحان الله يا اخي تفروحه رجال مثل ما كذا انا جالس عندي اعلان اصور سنابه وتعرف انت عاد من اسلك علي من السناب انا ما اسكت نعم قال تقرا من جريده الله اكبر عليك تكرم حياك الله ما قلت اقول قدام الاوادم اني انا اتكلف وعندي ربيع قلت له ها عفوا ظهر المبروك يا ابو محمد ورم وجهي ورم راسي
واصير يدقون ابره وسكايات ما سكايات تميت نص ساعه حمل بنص ساعه الى ساعه. انا طرشوا لي بابو راشد صورك وانت في المستشفى وانت حاطين كريم على بار. انا سكايات وبر ومعموه سبحان خف عن وجاني الرجال وهتالي الشفايا قال انا ابوك ما قاصد. سبحان الله انا اتحرك ما تعول ترك تعول ابو محمد كل شيء مش لباكه قويه. لا اله الا الله القوي يعني اتحب احيدك انا انت بكبرك من نوع القوي كيف من نوع القوي لكن ابو محمد بعد اوقات الجسيل يطمع الصيد لا حول يا سيل غط على وادي على وادي لا حول يا هذا يقول بشيل الدور وبتليه بدور هي هذه لا حول وتميل انا وامل حواب زار اذا كاني خلفت نعوشت واسير اسوي اعلان في كساره ايه مره وحده مره وحده عفد بطيحه جيت عند راعي الكساره اسوي له اعلان قلت هذا الهست كلهم خلصت الاعلان كان هذا ما صار بك صار بالخالدي قلت له قلت لك عايدني وانت عايرني الله يوفقك صلاح وين الحينه؟ يقول من البوسنة لعمان ردوا السلامات الى هيثم القايد ويا خير قايد يا مرحبا مليون ضيف الامارات يا مرحبا مليون الشيخ محمد بن زايد يا حي من بنور السلطنه اليوم ونعم بالله ابو خالد زياره الدوله قويه من نوع القوي ما شاء الله ما شاء الله يا سلام يا سلام اي والله يعلك تسلم يا ابو راشد الله يسلمكم ويخليك بعدنا بقى وحده ثانيه من نوع القوي هي 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 انت تبى مال عشق لا لا انا بقى وحده ما حق الزياره الزياره هي هي هاي تخبر بكم هذا ارتجال يا ابو راشد هي هي يدروا يعرفون ارتجالي كل حد حد كل الناس يعرف كل الناس خلاه يسوي ارتجال ويدك دك انت كل الناس عارف انك تسوي ارتجالي ابو راشد اصبر عاد خلي الحين بخلص هالسناب بنعيد غيرها يلا زين ما اسمعك يوم تخلص من القهوه هي بنسوي لك صيد والسوالف وطن وحين ليش لا لازمك عاد انا باقدي رسمي شوف انت هي هتلبس سمعت صلاح يقول البارحة جبت القلم واسجل اشعار ابيات شعر لي غزيره مداها واقصد بها الشيخ محمد زحيم في الاقطار شيخ العروبه والمعزه رقاها اها هذا ابو محمد هالبيت انت وجد زينات 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 ما تقول الا زين يا ابو رشيد والله انكم تستاهلوا تاج راس وفخر امين وصلاح يقول امين اي والله انت عرفت منامين نحن هناك شيء شتوي اللعوب مالي هاي هناك شيء يلسه وناويين نجلس هناك نجلس نسولف بقهوتنا وصحيحتنا ووايلنا هناك ناويين نجلس اليوم لكن برد ما برو نجلس برد والله طالع الرجال تحت هكل اغلب هالبيوت اللي تشوفونها كلها من الخليج كلها من الخليج اغلب هالبيوت هالمنطقه كلها تشتهر بالخليجيين من عشرات السنين يعني موجودين لكن ما حد يطري هذاك الحد من العرب حمال على سطاح من تي عشر ربيات خبر العرب كلها والناس اللي ما يطرون ولا يخبرون هيوم يقول لك هذا فلان شرات الهامور يجلس هويه الدوبايه هويه الدوباي لا هو اللي يظهر منها ولا يخلي السمش اللي من غير يدخل في الدوباي يوقف عند ويه الدوباي شرات المعراض هي والله شرات العظم العظم في المصرط يحد من العرب ما يطري ولا يخبر ولا يقول المكان هذا ما يبى فيه هواشريك يبى روحه ينفرد في هالدنيا كلها لا اله الا الله يا طمع بني ادم كيف بني ادم كيف طماع حتى في الجو ما يباله شريك ما يبى حد يشارجه سبحانك يا رب أنا كم جيت عالم عنده بيوت وعقارات من عشرات السنين ويو ولا يطرون ولا يخبرون ولا يبون سيرة ولا يطرون عند حد أن عندهم عقارات ولا عندهم بيوت ولا يجون هني ولا حد يدريبهم سبحانك يا رب هاي خصلة غير نمون بعد بيدور حديث ولا رمسه ولا عن بيع ولا بيعق الشوش المتنشس شلجله حسب ما حد يكتشف أنه حتى هو هني موجود سبحانك يا رب هاي خصلة أنا أول مرة أكتشفها لكن ما بعارف شو السبب ها شوف هناك قصور شيء من هالبيوت قصور ما ببيوت عادية بدال واحد ما ياخذ أرض ولا أرض شيء منهم ياخذون 6 أراضي 8 أراضي ويبنون عليها بيوت كبيرة يبنون بيوت كبيرة يعني على راحك أنت الإنسان حد من العرب
هو حرمته وياه ولا اثنين يسدهم البسيط وحد من البيوت، البيوت الثجيلة الكبيرة يعني 10-15-20 آدمي في البيت من غير بشاشيرهم من غير مالهم من غير وياهم يصيرون مربيات عيالهم يجون كامل عتادهم يجلسون بالثلاث والأربع شهور ويصيرون خري مري ما يخلون بقى كان نقطة ارتكازهم فيها البلاد. ليش؟ لأن كل شيء رخيص فيها وأمن وأمان وبلاد مسلمين سبحانك يا رب وكل حلال وكل زين وكل فنان. شيء وصف من الوصوف الأولية عند هالكويت يقول الشيب لاح الشيب لاح والضرس طاح وتالي العمر فضاح أما عمى ولا تساح الشيب لاح والضرس طاح وتالي العمر فضاح أما عمى ولا تساح. هذا اللي يقول هالرمسة لا والله ما صاب الهدف، سوري يعني سامحوني سامحوني اللي تعتقدون ان الوصف هذا جيد او ان هذا الوصف يكسر العزوم، لا والله الشيب لاح ينصبق، الشيب لاح بوي وقار، الشيب لاح جمال، الشيب لاح جمال الشيب روحه، هذا روحه يعطي رنق يد من يد ويديد للشخص نفسه ان كانت ان كان ذكر ام انثى، جماله هو شعره اسود وجماله هو شعره ابيض، هذا جمالين كل واحد ما يخصه بالثاني. واللي تواصفون للتلتالي العمر فضاح عمى ولا تسح، الحمد لله حين الجليل اللي يتشسح والله يجدينا ويجدي امه محمد بنظارهم ذبحيه الحمد لله رب العالمين. والله طيب لبستي ماشي ويا الورد اقولكم طيب احنا في موضوع صرنا موضوع ثاني. هي العقل دخل يودي مكان بعيد يهنمونه الامراض هي والله والحمد لله حين رياضة ما حد بوي يتكسح ولا حد يصير قبل يومه، الإنسان دام حي يسير وياكل ويشرب ولا يخلي بقعة تعد وتذكر على وجه الدنيا على وجه الكرة الأرضية، لا تخلون مكان يعد ويذكر ما توصلونه دامكم عندكم بيزات وشالتنكم رويلاتكم، والله سيروا فروا بالروح العزيزة لا تخلون مكان في الدنيا العودة إلا تسيرون له، والسبب شو؟ عسب ما ييكم العمى ولا يي لتساح، لتساح منو يي اللي رابط مكانه، العمى منو يي اللي ما يمتع ناظري بهالمناظر الجميلة. الله أعطاك خير، الله أعطاك رزق، الله أعطاك شيء، فر أظهر متع عيونك بشوف الزين بشوف ولا بشوف الشيء العدل من 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 زرع ومن خير ومن جمال بني آدم ومن بدائع خلقة الله. الله سبحانه وتعالى خلق فصور فأبدع لمنو لك أنت يا الإنسان الطالع، تصير طالع وتفرج شوف الزين شوف العدل شوف اللي يدفق الدم في 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 العروق شوف المنظر شوف الجمال من في من من خلقة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هاي الأشياء للنظر للاستمتاع، الله ما خلق هالدنيا عبث بس هني حتى طيائر أبوي تنشل من شرق لين غرب مستوى الدنيا الناس تسير وتي، لا قالوا لا عيب ولا منقود ولا حرام كل الناس تسير وتي دامك أبوي مقتدر فر بالروح العزيزة سر لا تخلي أي مكان. تسمع رمسة تالي يقول لك قر ولا تسير ولا تي ولا تتحرك عيب ما يلسوا ما تقرون، لا والله لا تقرون ولا عندكم خبر، قروا وقت الدوام قروا وقت التربية قروا وقت الدراسة قروا وقت كان أبوي يوم شيء إجازة، لا والله ظهروا أنا والله أني أعرف ناس ينهم حتى الويكند ما يلسون تسيد المطار حتى الويكند ما حتى اللي ما بيسافر سار دبي من اللي في دبي سار بوظبي اللي بوظبي سار الرويس ساروا السلع ساروا ليوة ساروا العين ساروا البواطن ساروا الحيور ساروا روس اليبال ما يخلون بقعة ساروا قطر ساروا البحرين ساروا الكويت ساروا مسكت ما يخل العرب كل مكان يسوي السعودية شرق غرب الناس كلها تحرر ما حد يتم في البيت يتم في البيت يضربه أبوي بقريفص بقريفص هذا يضرب الدياي الأول يضرب الدياي الحمد لله الحين نقول علاج يعطون دواء أصفر عندهمونه وخاشوقه في 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 المشرب مالهم اختفى بقريفص هذا عنهن عن الدياي من يعطوهم المحلول هذا الأصفر الحمد لله الحين المحلول الأصفر مال الله وادم عن الضرب اللي بقريفص أبوي البيزة هذا المحلول الأصفر اللي الأول عند مضاد حيوي حق الدياي مضاد الحيوان مال الله وادم مضاد الحيوي المجينجو للبيزات هذا المضاد الحيوي لا بعد اللي ما عنده بيزات لا يصير
ها تصفدين على عمرك، لا تدخل السوق لعت مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم، ما حد يصير وجيبه خالي. لا تدخل السوق لعت مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم، ما حد يصير السوق ويظهر يتخرخش ايديه يد قدام ويد ورا، تصير السوق وجيبك ابوي البوك ممزور ولا انت تحط الكرت. ما اقولك تعذر والله سامحنا ابوي المكينة خربان ولا ينقصك الرصيد، لا 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 لا, لا. هذا ابوي يصير يدير عيونك ماشي شوفوا حريوف ما يستوي. دعوقين الاول بقريفص وبقريفط، بقريفص وبقريفط، بقريفص هاي كرفص ريولهن يخليهم ما يتحركن، وبقريفط هذا يخليه تكش الفروية تكش وتجلود وتازم تيبسه وتموت مكانها. هذا كله ابوي من قبل حركة، هذا اللي خوزه هذاكي بقريف بقريف بقريفط بقريفص بقريفص اللي خوزه المجينجو البيزات تعرعي شرق وغرب، وبقريفص يخوزه شو المطالع الزين، مطالع الزين من طالع بدا خلق الله، الله سبحانه وتعالى خلق هالدنيا حق تصير وتتفرج ويخوز عنك بقريفص وغير بقريفص، كل هذا بيخوز عنك. اظهر انت اظهر تكن من اليلسة في الحوية طالع الغيب يا ربي هابوي هالبلاد هالبلاد ليهم بقريفص ولا تدي انسة وادنات تد واحد فيهم سعل ولا كح ولا عطس، انا ما شفت اصبح وامسي عرعر وياهم في نص الاسواق والمطاعم ما سمعت حتى حد فيهم يعطس ولا يكح ولا حتى يتحنحن، ونحن احكخ وطف احكخ وطف احكخ وطف انا ابو ساير ولا يا كلهم كحكحون ويسعلون. تعال ابوي هذا الجو هذا يخوز السعله ويخوز الكفت ويخوز بقريفص يخوز اليهد يخوز الاعواق يخوز الهم يخوز الغم يخوز الدنيا كلها ماشي شرط هالجو. فروا بالروح العزيزه فروا دخيل والديكم بس ابوي فروا هذا ابوي يجدد الحيويه يجدد النشاط يجدد كل امور الدنيا، ما يجدد ابوي الحيويه والنشاط الا راحة البال، ويجدد الحيوي والنشاط المنظر الجميل، يجدد الحيوي والنشاط فراق هالبلقال والقيل هاي اللي تبودهم قيح تبودهم قيح الله أكبر عليهم. صلاح شو هذا؟ ما انت صلاح شو تسوي؟ ها كذاب منو غسل في نايب راشد؟ أنا. صباح الخير جود مورنينج كيف الحال؟ تأخر ما تأخر عنب الساعة كم ترى؟ الساعة 8:30 الساعة حين احنا بثلاث الفجر على الشلة. قول والله والله ما خلاك ترقد زين شو بلا صلاح؟ علونا اخ عليك 160 160 لا حول زين صلاح صلاح بتكسر دله انت ما بترتاح لين تكسر دلتنا المهم صباح الخير يوم هل البيت يعرفون للسنه والترتيب لازم انت هاي هذه يوم هل البيت هل سنه وترتيب سبحان الله يجون العماله العمال اللي عندهم يجون ناجحين رقم واحد ولا يخلون شيء ما يعرفونه سبحان الله. تعالي صابري انت ما تروحين اول شيء تعال انت بعد هي شو اسمك انت؟ رنجاني. سير منها رنجاني من سريلانكا. كم سنة انت هني؟ قريب 30 سنة عند أرباب. أرباب مالك شو اسمه؟ يوسف بن حمد صالح النعيمي. يوسف بن حمد صالح النعيمي هاي عندهم من 30 سنة لو ما شافت الطيب واليود ما يلزت هالسنين كلها. عرفتوا منو اللي ما يتم عنده العمالة اللي يصبح ويمسي ينابح العمالة ما تقر هاي من 30 سنة وغيرها من 40 و50 30 سنة رنجاني صح؟ نعم. وانت؟ انا جديد. وانت؟ سنة ما شاء الله. انت من وين؟ بنغلاديش. وانت؟ اندية. ما شاء الله. وش بارت ان اندية؟ مدرس. ما شاء الله كل شيء طبخ يعرف هذا دريب من الطبخ اي طبخ شو تعرف شغل عرف الحمد لله كل شيء ها الحمد لله ما شاء الله تعي راويني شو يا بيريوك الحين انت تراويني وتخبريني كل شيء
هذا يموت، هذا تشيز بلتر من كل نمونه الاجبان، وهذا بعد من كل شيء حاطين، وهذا شو؟ هذا طماط بصل وبيض وما جبن مزروله. انزين، وهذا بيض عيون. ما بيض عيون، وهذا بيض مفيوح، وهذا ثلاث اربع نمونات مربع، وهذا هذا جامع الجبن، هذا بسكويت عشان نسوي مطرح حلو. الله الله، أقولكم فنانين فنانين، ما يبقى لهم رمسة. وهذا هاي جبن ساعة، هي هاي دبس دبس، وهذا أسل. الله، أسل مالبوسنية. بنزين، هذا بعد جبن وطماط، هي وبيض. فتك انت هذاك كله. زين ابوي، فتك انت هذاك، تعال خبري راويني انت هذا شو. هذا لوب، الله 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 الله، زين لوبيا. هذا خميرة. يا سلام، خميرة الطيبين. يا سلام على خدمة العرب الطيبة. الله، وهذا ساقة. هريس، ما شاء الله، ما خليتوا شيء وما جبتوا وياي باقات وردهم وياهم. وهذا باسكت كامل مال خبز، ثلاث اربع نمونات، وهذا التشيز، وهذا دلالهم، وهذا شعال. ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي تمرين بيكون ما ادري شو بها طحيني والدنيا كلها. بيقول لك بنت المغرب ياخذها ولد المشرق، راعي البيت من دبي، وراعية البيت من الخان. ما شاء الله تيامع المذهب الوافي والسنع الزين. شكرا أرباب، شو اسمه كامل؟ يوسف بن حمد صالح النميمي. والنعم، من سكان المزهر رقم واحد. شكرا على هالكرامة اليملة، وما قصرت وتيملت وسويت شيء ما كد حد سواه، تول وفنان وزين وفنان وما شيء خير عنه. شكرا يا إيران المسرة، وساكنين مرة تحتنا هنيها، تحت المشروع هذا اللي نحن نحب أخبركم عنه مرة تحته. شكرا جزيلا، thank you حبيبي، thank you thank you. أنت شو اسمك؟ مجيب الرحمن. مجيب الرحمن، وأنت؟ مرشد علم. ها؟ مرشد علم. مرشد؟ علم. علم، زين يا مرشد، شكرا. أنا من شناي. ها؟ شناي شناي. كيف عرف؟ مدرسة اسمها شناي. والله مدرسة أنت ها؟ ولا شيء من الاكل عادي، كله ما بسبشل الا فيري سبيشل، فيري سبيشل. اللوبيا، الخميل طافت نص الطاسه، والهريس رقم واحد، الكرك، دبس، جبن، عسل، لبنه، هذا لا هو فول لا هو لوبيا، لا ما تعرف شو، لكن جنان جنان. وهذا بعد غير نمون، والله ما اعرف من كثر الاشياء اللي محطوطه ما تعرف شو تاكل شو تخلي. يعني والخبز اربع خمس انواع ورا بعض، الساقه وغير نمون، الهريس تنشبها واجد. شو بقولكم ما شيء عادي، ما شيء. اما انا عاده عشقي الدبس، سبحان الله، وصلاح ابوي خمخم يميع البيض والدنيا. شو بقولكم، المربى بانواع، الاجبان بانواع. المهم، شكرا شكرا يا راعي المزهر، وشكرا يا راعية الخان، طالت عماركم ويحفظكم يدفع البلع عنكم ويطول بعماركم، ولا يخلينا من هاليرة الطيبة يا الناس الفناني. شوفوا، كل يقولون الأول كل صقر يصقر في بلاده. أصبر أصبر، حط له هريس، كلي كبدي بهريس الحين، أصبر على البيت ريا صلاح. يقولون الأول كل صقر يصقر في بلاده إلا صقور الإمارات. صقور الإمارات وين ما تصير تطلع من كبد السماء أبداً، وتنقض على فريسة وين في أي مكان. صقر الإمارات إن كان ذكر أم أنثى، وين في أي واحد فيه ريحة الإمارات يصقر في بلاده وغير بلاده، غير عن الواد ولا من غير الواد ولا من غير. يقولون كل صقر يصقر في بلاده، ونحن الإماراتي صقر إن كان في بلاده أو في بلاد غيره. يوم يقول لك معيشة يوم، ما تدافع عن معيشة سنة. كلنا 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 تقمة بطونه، ما رمنا، حرام، ما طاع يخف من حسته شيء، ما خف من شيء، على كثر ما كلنا ما خف. هذا وها كل شيء ممزور، كل ما كأن احترق على قرف صحن عود. ها وبعدها تيم حرارة تب. أصبر عاد أنت. هي يا ها يا صرحت بهريس أبوي. بتزي سيركل عن بدرية هريس، تهددنا بدرية أنت.
شو هالكلام؟ ان شاء الله اصبر يا ربي. اما الدبس غير نمونه والساقو يا ربي الساقو. يقول لك محلى الساقو يا ناس، محلى الساقو يا ناس، لو عندي ربيه لاشتري لمخماس. هذه من الاقوال الماثوره سابقا. محلى الساقو يا ناس، محلى الساقو يا ناس، لو عندي ربيه لاشتري لمخماس. ترى الساقو الاول يبيعونها عند الزلمات اقوال ماثوره مثل خدوا يا قرص الجبنه، خد يا قرص الجبنه، يفطر عليه الصايم بلين يا ماما بلين، لا باكل ولا بشرب بس بتطلع بعيوني بلين يا ماما بلين، خده يا قرص الجبنه. ونحن في الساقو هذو ساقو اكله لذيذ وفنانه، قالوا والله غزل وغده، ها لاني ترهده يهنمونه، قالوا غزل وغده، ما شبهه بخد الفتاه الجميل، لا خده غزها يا غير غز وغده، هذا الساقو يترهده، قالوا شرات غزر الوغده، ها لان غز الوغده دومها تتهندق وتتحلطم ويرتي غزها. ففرق بين التشبيه اللي هو تشبيه خده يا قرص الجبنه وغز الوغده اللي هو يطرون الساقو. شو بقول لكم تشبيه ما فيه صله قرابه بين. انا يعيبني اتغزل في نعمه الله، يوم اشوف شيء فنان اطريه، والاخص يوم بيي هبله فنان ومرتب ونظيف وحامس ولذيذ، يعني يعرفون حد من شيء من البيوت، يعرفون كيف يركبون الفص على الخاتم. يوجد كل هالبيوت عندها فصوص عندها خواتم، لكن دور اللي تعرف ترتب الفص على الخاتم، يا الشيء وافي وكامل والكامل الله. كل ما تشتهي النفس مأدوبة من بعاد بني إسرائيل، كل شيء فنان، الحار والبارد والمخلل والمحمر والمشمر، والدنيا كلها عندهم ما خلوا شيء إلا عزانين عنه، ما عزوا عن شيء. الكرك غير نمونة، يضاول الريج الكرك، توني لطمت لي بعد كلاس والقهوة، شو بقولكم؟ ها والهريسة هاي ترى ثلثين هلاط منها براشد. أنا ما كريت. ها وهاي الوارم شو؟ هذا الله يسلمكم، عندنا أبو عبد الرحمن اللي هو صاحب شركة إنجازات العقارية، وطعم بعد بشيرك من الهريسة وتريق من هريسة الجماعة. والله جميل. هي والله هاي ما أقول إحنا جماعتنا وين ما يسيرون فنانين. ما شاء الله. هي والله هالإمارات الوافين هذيل. متى عندهم يسووا هذي؟ يسووا أبوي على حالي طعمت الهريسة 30 نمونة اللي فاتك. ما شاء الله. جزاهم الله خير. المهم أبو عبد الرحمن شو تخبرنا عن المشروع؟ طال عمرك المشروع تقفل نمس الحمد لله. الحمد لله فضل. الأمور كلها طيب. فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا. فضل لله لا لا فضل الله أولاً وثانياً وثالثاً. الحمد لله. محل فضل أنت ريال طيب. مصداقيك زينة، فلذلك المشروع نفذ في خلال أول الساعات الأولى من الإعلان. الحمد لله والشكر. الله يحفظك يا محمد. آمين. تستاهلون كل خير. إن شاء الله. إن شاء الله تستاهلون كل خير. قم عاد انت قم، شو هالرقاد؟ انا مو بالك اللي رقدت يا ابو محمد. الله اكبر، هذا شقيقي حتى استاذه فقير. صلاح صلاح قول الصدق. قول ما عليك انت منه. ما عليك انت منه. قول الصدق صلاح، رقد ولا ما رقد؟ كان ناخر ولا لا؟ ما ادري، انت ما خبرتني. انت شو سمعت؟ كيف؟ صوت. صوت هذا سمي عق حد حصل خط طويل. نعم. اربع مرات دخل، كل ما تسهى عين وقي النومة حلوة دفش الباب تقول وصلوا عندي. تكرقت شوية، ها؟ رقدت شوية، ولفت منه شوية ومنه شوية. حبة حبة حبة. صاحي انت صاحي، شو هذا؟ احنا نبي نجلس وياك وانت تطلع التليفون، شو هذا؟ اي كلام؟ شكرا. انزين الحين انت لا تجلس هالنمونة. اي صلاح شو هذا؟ اخ عليك
شو هاي الحالة وياه؟ شو هالحالة؟ باع وباع 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 وباع. أنت ما تستحي؟ من الله. ما من الله حشاء. اليوم وايد تأخرنا نحن في الظهرة. أولاً ما صورنا يمكن أكثر عن ساعة ساعة ونص أو ساعتين. يونا خطار وضيوف، الضيوف هاليونا ما يبون تصوير، رافضين فكرة التصوير. واليوم صراحة متواكلها، فد أول واحد في السيارة هو. لا راويناكم اللبس ولا راويناكم شو لابسين ولا شيء. تعال يا خلي شوف لبسك يا صلاح. تعال براشد بسرعة، أنا مقبول. تعال افتر في صلاح، افتر مني بس، افتر شوي وضبعه، افتر بكبرك. ها هاي لبس الصلاح، جيشي على بني على بيج على اسود على عنابي، وانا بعد نفس الشيء. وضرب على براشد هنا هادو، ها اخضر على بصلي. يلا مسكم له وسوي. وين بنسير براشد هذا عبد الكريم؟ هلا احنا الحين على فريلو بوسنا. رايحين فريلو بوسنا، عاد شوف فريلو بوسنا هو بيخبرنا. شوف فريلو بوسنا هذا المكان، الحديقه هي وفيها انهر. احنا ظاهرين الحين بيتنا وساري ويخبرنا. شوف بيوت العرب، ها لو ادم اللي زرع واللي عدل واللي زين النور يسوي سويت النور. شو دراك؟ ما تشوفه مره على الخرفان، ها بيزخ الخروف منه وبيشوي واقمنا عليه. شوف تمام، هذا يوم اقول لك قمه على قمه وذوق قمه. شرطه ابو ظبي والامارات للمزادات طارحين يميع الارقام، شيء الارقام العاديه وشيء الارقام الكلاسيك وشيء ارقام رن دراجات، ارقام كلاسيك في منتهى الروعه. ويجب ان كل واحد منكم يتنقى لي شيء الفنان. قلنا لكم قم على قمه وذوق قمه. يلا بس ما عرفت خلي حلو هذا. يا ويلك من الله يا ابو ابراهيم، لا تقول بارس بسحر. هذا يوم يقول لك حي وحاي وبيع مسابيح 540 رقم، يعني 540 سبيكة. بإمكانك تاخذ سبيك، بإمكانك تاخذ 10 سبائك ذهب. الذهب بحياتكم سمعتوبة يدق بعمره، كل ما جاي يرتفع جنيه جنيه، هنا بحكحك سيف يصقلونه. هذه أرقام أبو ظبي المميزة، بالأخص الكلاسيكية، ناهيك عن أرقام الدراجات والأرقام العادية. أشياء مميزة تنفعك، زينة وزينة. هاي الأشياء تقدر تأخذها اليوم تاجر بها بكرة، تبيعها في نفس اليوم، تقتنيها مثل اللوحات، لوحة بيكاسو، لوحة ما أدري منو، لوحة إسرائيل وطحنة الزمان وعندك دونك. كل هالأشياء وايد جميلة وزينة وتنفع، ما تضر، تنفع. لا يبالها ملح ولا يبالها تخزين ولا ينصرقل، مثبتات وموقعات ميودات باسمك أنت، طال الزمان ولا قصر. يورثن اللبو على ولده والولد يورثن على ولد الولد وأحفاد الأحفاد يتوارثون. أضف لمسة من الفخامة إلى سيارتك وبادر بالمزايدة الآن على أرقام لوحات سيارات أبو ظبي المميزة. أرقام لوحات سيارات أبو ظبي المميزة معروضة في المزاد، بادر بالمزايدة الآن واجعل أحد هذه الأرقام المميزة ملكك. الإمارات للمزادات تميز. هذا الرياض طالت عماركم من هل البحرين عزيز البوعيني، وهذا الرجال من محمد الموسى، وهذا هالمسك، هذا اخونا عثمان من هالبصره. عثمان سلام عليكم، كيف حالك يا عثمان؟ ها شو اخبارك ويا هالبحرين؟ جد زين. ضوي الشمس على الارض المزروعه عم بتضوي الشمس، وين سي بعيده عم بتضوي الشمس والدنيا ما تشقى منا تنسكت. والله الاغنيه ها تنزلون مطار ترى رايه زين نزل لك. انا المشكله انا ما جبت شو اسمه ما جبت انا ابوي ماي انا ما جبت جاكيت هذا. ياكم المطر ياكم المطر، والعالم حد ساير وحد جاي. وهذه ظهرتنا طالت عماركم اليوم، معلوم ان ظاهرين مخر لكن عمدا يونا ضيوف ما رمنا الجفي بهم. هذا اولا، وثانيا المكان جميل على ما تشوفون، غاوي وزين وفنان ويشرح الخاطر. معلوم انه ماطر شويونه لكن بعد زين، ترى المطر للطعام ولريحه. اذا سمعت تدفير هذا خذي انت ما بصاحي عدوي. شوني حياس اصور؟ والله يا ابوكم والله لو في حاسيه ما سوى هالنمون. ترى ما ترى والله انه ما يايد هالحاسيه ولا يايد العقل. اي والله ابو محمد
والله يا ابو براشد ما ادري ايش ياك. تعرف ابو محمد ها. انا ترابط غير ابو ربيته كاسره. انت كان عايب وايد الحين زادت؟ زادت ترى انا بتكلمت مع حبيبي صلاح. الجو الجو احنا الحديقه هاي نحن شديناها. الحديقه هذه شديناها نحن قبل في ايتنا الاوليه. هاي حديقه في عين الماء مره في ناس البلاد. امياها تتدفق. نسيت عاده اسمها نشيه الحديقه هذه. تعرفها ابو راشد؟ حديقة البوسنة بس يعرفوها. صدق والله؟ هي عندها الفندق ملاك. والله؟ هي هو هذا الفندق ملاك عندها. وانت وين تروم تحافظ هالاشياء؟ اوقات اليوم الكمبيوتر زين احفظ ومن تضيع البرمجة ضاع. خيبتين والله يا صلاح. الله العظيم. غاوي المكان. مكان جميل. يا مرحبا بكريم، يا مرحبا، يا مرحبا بكريم. شو يا حبيبي؟ صلاح حرام عليك، حرام بتتكسر. خليك تمشي. لا يوم بنمشي مسافة طويلة بعدين الكرسي. هذول الكوفي هذا قدامنا. خلافة تيرس على الكرسي الحين مش شوية سبلك نشاط. ترى عياز هذا صار هو شلوه على روسهم. لكن عياز ما يبى يمشي أبدا. يبى اللي يحطون على كرسي ويحطوا به. علما بأن أنا ما تد على الكرسي ما ود اليوم في أمريكا وديته على كرسي في يوم سرنا بالعمرة في الحرم في الطواف هي على كرسي. أنا بحيل من الباب للمحراب يبقى كرسي. يا ربي شوف هي بلد الماء. البوسنة هي بلد الماء. بلد الماء أكثر بلد في أوروبا فيه مصادر مياه. مياه عندهم أنهار تغني يا ليل. أنهار هذا كله في نص البلاد. هذا كله حين في نص البلاد. ناهيك عن الشلالات. أنتوا لو تدخلون في الإنترنت وتراون هاليتكم شو الشلالات. صار صلاح صد بصوركم. والله ابن عمك أصلي أقولكم أروها لو تصورون تشغلون الإنترنت حق هاليتكم وتروونهم البوسنة وخلقة الله كيف في البوسنة. سبحان الله الأنهار والشلالات. مش هذا وبس، آلاف مؤلفة من الأنهار والشلالات اللي موجودة عندهم. طبيعة خلابة ما توجد إلا عندهم في البوسنة. البوسنة من أكثر البلدان اللي في العالم توجد فيها الشلالات والأنهار. ما أدري كم نبع نهر فيها. شيء كثير لا يحصى ولا يعد. حسايرين نحب ليس الكوفي هذا فيها بين غيم ومطر ونهار متدفدة. ما بين غيم ومطر ونهار متدفدة. وما بين غيم ومطر ونهار متدفدة. ما بين غيم ومطر ونهار متدفدة. يشل عنك الكدر ما ودك تفارقه. يشل عنك الكدر ما ودك تفارقه. ابوش عاشو انت النوع الكاوي ولك على قلبي نهر ياري ولو بتذنب يمحي ذنوبك ابويا. هذا ابويا معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة وما ردك الا لبلادك ابو الحيون شيخة البلادين. شيخة البلادين بغرف لي غرفة من هالنهر ما يبد ابويا بيضيع بيخلص في الطائرة درب. تنويه وجب التصحيح. تاريخ انتهاء المزاد 30/9/11. فئة منهن 30/9 والفئة الثانية 11. الحاضر منكم يعلم الغايب والمزاد رقم 1. لا تقولوا ما حد قالكم. خبرناكم ونوهنا وجب التصحيح وصححنا واعلنا ودعنا من سرايب. شو الأخبار؟ شوفوا مكاننا نحن المميز وين؟ جلسنا ابويا انا وشقيقي وابو راشد اللي من نوع القوي ومنهل ابدا تحرون ويانا لا اسم ويانا هيدا ابوي طالع التليفون وهذا بعد نفس الشيء. ليش ما تسولف يا كريم؟ خلاص كيفكم شو الاخبار؟ ايه عبدالله ماشي فتحت الجراب يوم اللي قلت كلمتين. هي والله ويتكلم كما مو كما من هذا هونيك وهوني مينا هي ومن هنا من هون تكون هون هون هوني هون هني هون هوني كم من هذا يسوي الله مشكل انت هذا من يرزور لا عنب ودير الزور ما عندهم تاج هالنمونه
من هي من أنا من دمشق. هذا دمشقي. لكن تو عنده البوسني. عنده جواز مال بوسنة. نعم أيوة. صحيح. لأنه هذا أمه بوسنية وأبوه دمشقي. نعم صحيح. أيوة. صح كريم. مزبوط. من نوع الكاوي أنت. من نوع إيش؟ قوي. قوي. لكن مشقي. إلى سنة يلسة جميلة، كانت يلسة جميلة وتقهوينا وعيننا من الله خير وسولفنا ورمسنا لين هذا منه المكان هادي ما في زحمة ما في إلا نحن تقريبا، لأن السبب شو سبب الأمطار. من هل يب مظلتي وياك هاي هكيها وإحنا تحت هي. فأقولكم يعني استانسنا المكان فنان وغاوي، كان يبالي ضويل وعالم، ونحن الحين هذا ما بوقت موسم الناس ابتدت الدراسة وابتدت أشغالها، فالناس سارت كلها، ما حد الحين تام إلا أنا وشقيقي منو صلاح. صلاح صلاح أبو آزمي بنجح، آزمي بنجح، صلاح آزمي بنجح. سبحانك يا رب، ما تتودر هالبقعة والله من زينها، لكن يا أبوك معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة، معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة. سبحانك يا رب، ولا المياه تتدفق والجو براد، لكن يصير البصل على طوله لا بد انه يرد على محصوله، طار الزمان ولا قصر لازم ابوي ترد وين جاي، ان كان براد حر زر طهف طوفان لا بد ابوي انك ترد على دارك وين جاي. ها تقول لها طالع شوف المياه، شوفوا المياه وشوفوا الانهار. ها سبحانك يا رب، شوفوا والله يبقى. عايشين في جنة، عايشين في جنة، اللهم لك الحمد، يا الله يا رب بدون نعمته الأمن والأمان علينا وعليهم على أمة محمد أجمعين. هذا ما وقفنا السيارة وحين جايين تغدى، طارت عماركم في مطعم، أنا ضاري المطعم هاك اللي تحيدونه مال الستيف، اليوم جايين مطعم تركي يصيحونه، أنا ما جديته وأول مرة أي هذا المطعم، يصيحون ويمدحون يقولون وايد فنان. مرة على النهار كريم يا ويلك انطلع من فنان المطعم يا وش يطهرك من لساني. مطعمنا اللي نحن فيه هذا، مطعمنا اللي نحن فيه هذا، نحن في أليجا أليجا أليجا، وهذا النهار اللي قدامنا الطرف هذاك الفندق ملاك مرة ورا الجسر الطرف هذا، هذا بطة وبشيشة ودنيا. والله يا أبوكم لو تشوفوا المكان هذا في الشتاء يوم يينا عام الأول، والله يا أبوكم ينا ما يتشاهد، غبر أملح عود خضر ما شي فيه، عود خضر ما شي. والحين سبحانك يا رب، رب العالمين كسى هاي الملح وهاي شي يبالي تشوفونها ولا يبل فيه بعود خضر، وسبحانك يا رب الحين هاي لا أهل الله وراء البناية المطاعم العربية البارحة بارك الله فيكم أعلننا عن سحاب اثنين اللي هو سحاب تو، وفي خلال ساعتين ثلاث ولله الحمد الفضل والمنة سولد اوت، تم بيع جميع القطع اللي معروضة للبيع. بكرة إن شاء الله بيكون فيه عرض لمجموعة ثانية من سحاب ثري، يبعد بين المشروع الأول والثاني 3 دقائق مشي دقيقة السيارة، يعني نفس الإطلالة ونفس الطريقة ونفس الشيء. بكرة بنرويكم تصوير حي إن شاء الله.
السبب نفاد الكمية في الأراضي قسائم اللي ابتاعت بسرعة بهالدرجة لأن إنجازات المستقبل من الشركات الأوائل في هذه البلاد وأعرقهم وأكبرهم وأضخمهم وذو مصداقية وكل الناس اللي قبل خذوا ردوا خذوا ثاني وثالث ورابع لأن يعرفون مصداقيتهم ويعرفون أن السعر اللي هم خذوا من البارحة أسعار مناسبة متاحة للجميع الأسعار وايد زينة وعلى فكرة من البارحة ابتدت الناس تدخل وتطلب في سحاب ذي اللي هو المشروع اللي بكرة بنصوره وابتدأ وحتى أنت بمكانك الحين تراسلهم وتدخل على المشروع وتتنقى قبل بكرة ما نصور تقدر تشوف المخطط وتختار اللي تبغى وتدفع مقدم وتحجز من اليوم قبل بكرة التصوير. أنا مسؤول عن المصداقية في نفس الوقت أنا مسؤول عن هذه الشركة الخليجية اللي يملكها عبد الرحمن بوشيبة الشخص الكويتي الطيب اللي الناس كلها تعرف اللي وجوده في هالبلاد أكثر من 16 سنة وما عليه غبار ولا عليه كلام الناس كلها تعرفه وتحترمه والناس كلها تقدر وضعه وتعرف شو طريقة في التعامل مع الناس وكيف الناس مستانسة وكيف طريقة سلاسة تعامل هذا الشخص مع كل اللي يشترون ويبيعون وامورهم طيبة مع الناس كلها ما بلا ويانا نحن من قبل ما حتى أنا أعرفهم. المنظر في منتهى الروعة واللي أكثر عادي جنن منظر الصراط بالأخص إنك جاي على يوع جاي على يوع ها منظر أبو راشد. إيه والله منظر أبو راشد ما شاء الله عليه. الله يخليك آمين يحافظك إن شاء الله يا أبو راشد. حد من العرب خلى هي خل عادة هذا أبوي طلبها. أيوة يلا علينا وعليكم بالعافية. مطعمهم تركي وهذا أكله. أول زيارة لنا للبوسنة سكننا فيها الفندق اللي هو فندق ملك وحين جايين نشرب لنا كوفي ناخذ لنا شيء عندهم نوع من أنواع الكيك لذيذ لذيذ. هذا مكتبهم إنجازات المستقبل في كل مكان موجودين في كل مكان في كل فنادق البوسنة لهم مكاتب ما شاء الله عليهم. ها أبو راشد مرحبا وين؟ إنجازات المستقبل. لا وين سايد؟ سامن مع اسمه ملاك الكوفي. يلا غايت طول همباب. يلا أمشي وقطع لومي والحامض ماني بقى. إيه صقر بن يروان النيادي هذا الشاب الفنان الأنيق تلاقينا ويا طالة حماركم في فندق ملك تبني. أول ما صورنا دخلت داخل وانا حظية ما شاء الله قال لي أنا من أصدقاء الحظ مصبح بفرحان الكويتي من عمد عمود من أعمدة حفظ التراث والموروث في موروث العين أطري العين هو اختصاصه فقط في العين ونواحيها وقبائلها وفلايتها ومياها وتاريخها وعروقها من وين يت وتنتج هذا الحب مصبح من فرحان الكويتي وهذا عدو صديق عائلته الخاص. المهم كيف حالك مبسوط في هالبلاد؟ الحمد لله شو تشوفه منور انت ما شاء الله. ودرني انا عنك انت شو جاي تسوي؟ سياحه فنان البلد اي ممتازه ما عليها كلام الله يسر ان شاء الله تاخذ لك من الاعلام مالنا المال باكر ان شاء الله مجموعه اراضي جميله ان شاء الله. حد يجلس داخل وحد يجلس برا هنيها انا تعبني اليس بر ما تعب ما احب انا الحكره داخل حتى لو شوي اخ عليك هالصجيع اللي ما يوجه انا بك رقاصه انت رقاصه انت رقاصه انت رقاصه انت ام عليك ام صدقع رقاصه انت هي ايش دراني ها بعد كله على النهار اقولكم شوفوا هذا حين الفندق اللي نحن فيه مرة تصير قدام ما أدري 2 كيلو ولأنك واصل المطعم اللي نحن فيها اللي أهم واحد المطعم اللي نحن جيناه قبل يومين هذا المطعم اللي فيه الستيك ما ستيك هذا كل مرة كل ما أي مرتين ثلاثة المطعم اللي نحن تونا جيناه عادي يعني مبشرات هذاكي غير وهذاكي غير هذاكي بالنسبة لي أنا مميز للغاية يعني الستيك اللي يسوونه ما استوى شراته في الدنيا العودة خق حبره وانت تركش
Sugar without sugar. Without sugar. Yes. Okay. The cake. What's it? Trilicha. Trilicha. شيء عندهم شيء يسمونه. Yes. Okay. Good. أقولكم أنا أي مخصوص حق المكان هذا عندهم شيء يسمونه تريليتشا. تريليتشا شفتوا كريم الكراميل؟ شرات كريم الكراميل؟ شرات كريم الكراميل؟ لكن ما بكريم كراميل غير المونة لكن لذيذ. هذا أشهر شيء عندهم سويت في شنتية البوسنة. لكن فندق ملاك أجود مكان يسويه في شنتية البوسنة كلها هو هذا المكان اللي نحن فيه فندق ملاك. شو اسمه الكيكة؟ تريليتشا. شرات الكريم كراميلا لكن ما بهي غير عادة. بنصور لكم بعد شو. الله. For who this coffee? For my biggest friend. الله. What's your صلاح؟ شو يسوي لك الحين هو؟ Want like this؟ هي. تيو تحرم النار بارد أنت. هذه هي اللي اسمها. انسى اسمها هاي كريم تريليتشا. ها تريليتشا اسمها تريليتشا. عجبه من عجائب الدنيا السبع هاي التريليتشا. ما قينا مره ولا اكلها. لذيذه الى ابعد الحدود. لا هي تشيز كيك لا هي كريم كراميل لا هي لبوه لا تعرف شرات القلبة ما تعرف لها. ولذيذه الى ابعد الحدود. فوق عنه زين. اي والله فنون وباول الريش جمعه بن حمد الكعبي. والله يا مرحبا. كيف حالك يا عبد العم؟ طول عمرك. كيف انت؟ خير يا لك الخير. يا مرحبا عبد العم. الله يطول عمرك. قالوا لي من زمان انتم من هالبلاد. نحن من زمان صار لنا 5 سنوات تري ما شاء الله. يصير وني يصير وي وماخذين بيت معدلين مزينين شيء خفيف فشكل حق استراحه مسوينه. كم غرفه؟ والله حوالي 6 غرف. ما شاء الله. نعم وعلي اخوي عنده حوالي 9 غرف. علي كيف حالك؟ كيف انت؟ ما شاء الله. الله يبارك فيكم. يا مرحبا. جايين من المانيا. نحن جايين من علاج من المانيا وهنا هني كم من يوم بالريه وعاد بدي البلاد ان شاء الله. الله يسر اموركم. ضارين كل سنه انتم كم تجلسون؟ كل سنه دايم 45 يوم شهرين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا يوم انا اقول لكم الوخيد العقار في البوسنه يعني يكون انت في نص اوروبا وتسير شرق وغرب. وين ما تبى تسير نص ساعه ساعه الا ربع. كان في الطيارة ولا بسيارة؟ نحن طلعنا طول عمرك من البوسنة مني خطفنا بسيارة على الدول هاي كلها لين وصلنا ألمانيا ولا أحد كلمنا ماشي الحدود بس حدود خفيفة قلت لي. نعم. ماشي التفتيش ولا شيء. لا 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 مرة ما حد يقطع. خذ جواز الإمارات. إيه. بس يقول لهم جواز الإمارات وتوكل. سلام سلام. مرة سلام الله يحفظك. سلام في الإمارات. سلام. خالدي بعد مشوق أكثر. ها؟ لا قلت لهم خالدي. إيه. مرة الخلت مروح. يا رجال. أبوي معروف أنت. انت اخذت بيت اخوك اخذت بيت؟ نعم الله هي يسر اموركم ان شاء الله. طول عمرك. شايف الخاطر؟ طول عمرك. انت عيبت البلاد ابو محمد؟ يا سلام يا بلاد سلام. زينه؟ يا الله. اخذت ان شاء الله بيت ولا بعدك؟ اخذت طال عمرك 4 اراضي قبل وعقب اخذت ارض والبارحه اخذت ارض. لا انا بكتبني ببني ان شاء الله. يا مرحبا. ان شاء الله اني ببني. طول عمرك. الله راضي. اول الله. الله يحفظك. شايف الخاطر؟ تسلم. لنا لقاء ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسر اموركم يا ولد العافيه. يا مرحبا. عبد الرحمن تعرفه مال انجازات؟ نعم اعرفه. ايش رايك في الريال؟ لا ريال ونعم ريال متدين ما شاء الله عليه اخلاقه طيبه. اي والله وكل حد خذ من عنده كل اللي يشكر عليه. نعم لا طيب ونعم الله. الله يوفقه ان شاء الله ويرزقه. باكر بشيرك باكر نحن امس اعلنا عن 50 قطعة أرض. نعم. نعم. وطارا في خلال ساعتين ما شاء الله وان شاء الله باكر بعد شيء الله يوفقه. بعد الثاني بعد عن نفس الكميه 50 أرض. ابو عبد الرحمن يستاهل. الحمد لله رب العالمين. ونعم الريال بركاتك انت. بركاتك انت. لا هم والله ناس طيبين. محمد يستاهل بركاته. الله يبارك فيك. المهم لنا لقاء ان شاء الله. لاقينا في البلاد الطيبه وان شاء الله نتلاقى في العيد ان شاء الله. وانتم تشرفوني بيتكم في ابو ظبي. مرحبا. يا مرحبا عيال عم. شكرا جزيلا عبد الرحمن. ربي وصلنا البيت عايزاني ما نسوى شف طعام. هي ما سرنا مكان. يا هذا بيتنا هنا وحنا هيدا بحط اللتنا بنتقهوة وهالجماعة كلهم وصلوا. هذا ابو راشد وصلاح سيد ابو يسار الحمام برايلوفيتش. شو اسم المطعم كريم؟ برايلوفيتش. ها برايلوفيتش. برايلوفيتش برايلوفيتش من عقب المطعم اللي جينا اول البارح وكم مره جايين قبل. برايلوفيتش لا حد يدور مطعم اخير مطعم في الدنيا العوده. برايلوفيتش اللي جينا اول ما جينا اللي سوينا عيد يوم الميلاد اللي حق صلاح. مطعم ها زين المطعم رقم 1. لا تدورون مطعم اخير عنه اللي بيجي البوسنه
وما بياكل في هالمطعم لا يسير ولا يتحرك ولا يجي. أخير مطعم بالأخص الستيك اللي عندهم شيء لا صار ولا استوى. هاي الساعة اللي يحط سوونه قدامكم دقيقتين ما ياخذ غادي أبدا تحرس حوشامي. شو بقولكم إيه؟ ما كان في نعم ما واتكلم أتكلم أنا ولا أنت إنت تفضل وأنا وأنا حلفت الله عليك رفجة باركت عادة المهم خبر عاجل الحاضر يعلم الغايب من 50 بويطارها 20 في خلال ساعتين بعدنا نحن ما صورنا الموقع فقط على المصداقية وعلى الخارطة طارن 20 من 50 أرض في مشروع سحاب 3 سحاب 3 اللي مساء عارضين قبل ساعتين تقريبا ساعة ونص وقت العشاء الحمد لله رب العالمين طارن 20 وتامات 30 أكثر الناس اللي مشترين ما شاء الله تبارك الرحمن من الإمارات ومن قطر أغلب اللي شراي أغلب الشراي كلهم من الإمارات ومن قطر ما شاء الله تبارك الرحمن وهالقطر عاد بزورهم ما شاء الله ما حد خاب وحده عارف عائلتين خذوا على أربع ما شاء الله آمين. تبارك الله يرزقهم ويعطيهم إن شاء الله خيرهم ويكفيهم شرهم عقبال إن شاء الله ما يربون عيالهم في هالمواقع الجميلة الفنانة اللي من 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 أخير المواقع اللي في البوسنة. بالنسبة للي ما كانوا متابعين ولا يعرفون شو القصة سحابتو البارحة أعلننا عنه وطار في خلال ساعتين واليوم أعلننا طالت عماركم عن سحاب 3 وطار منه 20 وتامات 30 وباكر الإعلان إن شاء الله بنصور المنطقة بالراوي العرب. أنا شفت المكان شبيه 99% بالموقع ما سحابتو لكن بينه هذا وهذا 3 دقائق. المهم نفس الإطلالة ونفس الشيء ونفس القصة الارتفاع ونفس المنظر لكن بين هذا وهذا أقل عن 7 كيلو أو 3 كيلو تقريبا بين 7 و5 كيلو من اللي حط الطرف الثاني بين هذا وهذا يعني منطقة زراعية. المهم إن منطقة سكنية وفي معلومات كثيرة باكر إن شاء الله بنخبركم عنها بالنسبة للبنيان وطريقة البنيان وشو المسموح وشو العدل وشو أموره متى يحطوا ويسوون الشوارع متى توصل الكهرباء متى يوصل خدمة ومسؤولية شو مسؤولية الشركة من بعد بيع الأراضي شو لكم وشو عليكم شو الدنيا هاي كلها باكر بنخلي أبو عبد الرحمن إن شاء الله يشرح لكم شو الموضوع كله مثل ما قالوا المصريين من طقطق للسلام عليكم عشان ما يكون شيء غامض في الموضوع. نحن شفافية نحن بيعنا ومشترانا عن طريق جهات رسمية ما شيء يصير سير الدنيا وأنا سير معاك كل شيء واضح وكل شيء كاشوفي عين شوفي. واللي اشترى ورويناكم البارحة ريال مشتري من هالكثر سنة وغير مشتري من هالكثر سنة وبنوا وعدلوا وسكنوا وغيرهم آلاف مؤلفة في المناطق هذه والمناطق الأخرى. اللي ميز الإنجازات إنها مناطقها كلها في سراييفو وفي العاصمة ما شيء عرة وبرة وبعيد هناك حد بعيد حتى بألفين ربي شيء أراضي لكن في عندنا عنبة عين المأ